تسكية. ولا يأبى الشهداء
ربي أعلم. نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين.
وصحبه. وتا اقرا ما انتم عليه بفاتحين الا من هو صال الجحيم. الا من هو وما منا إلا له مقام معلوم. يقول الحق سبحانه وتعالى: واتم الحج والعمرة لله فان احصيتم فما استيسر من الهدي فان احصيتم احسنت. وذر الذين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وذر الذين بين ذلك احسنت. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان لا يضل إياكم ولا يصنع عنكم. أحسنت. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر فجرا به أوفا به ونفسه. أحسنت. وإن منكم إلا واردها
داخلها أو قصر حرها. وإلى بصرات بصرات بالمنجود على الصراط عليها بالصراط الممدود عليها. الذي يكتب بالصراط وعيدها بالمرور على الصراط الممدود عليها. أحسن في بيوت أذن الله أن ترفع عروضها فيها في بيوت هي المساجد كلها. أحسن. وإن شاك ولمه فلا صديق له ولا حق فلا صديق له فلا مغيث له من الغرب. أحسن. أم لهم سلم يستمعون فيه سلم سلم مرقا إلى السماء. أبدا يصعدون فيه يصعدون فيه. أحسن. تبارك الذي بيده الملك تبارك تعالى وتمجد او تكاثر خلقه. احسن. وجوه يومئذ ناظره مشرقه مضيئه. احسن. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم احسن خلقهم. احسن. والناشرات نشرا أقسم الله بالملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند النزول بالوحي. أحسن. وأما من جاءك يسعى وصل إليك موسى الآن يتعلم. أحسن. وإذا الموجودة سئلت الموجودة البنت التي تدفن حية. أحسن. والقمر إذا اتسق إذا اتسق تكامل واستحكم أتم نوره. أتم نوره. نعم. أحسنت. فجعلهم كعصف مأكول كتب أكلته فرثته. أحسنت. الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون غير مبالين بهم. أحسن. ومن شر النفاثات في العقد النساء السواحل ينفثن في عقد الخير حين يسهر. أحسن. الله الصمد الله الصمد المقصود بالحوائج ماذا يحدث بذلك؟ الله الصمد المحمود المقصود ها؟ أبكر أقول بماذا؟ أذن 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 كل شيء قبل المقصود المقصود بماذا؟ المقصود بالحوار لا بس وصل. طيب السؤال الآخر يقول الله سبحانه وتعالى قال جزاؤهم مدة يومي فهو جزاؤهم كذلك يجزي الظالمين. جزاؤهم ما إعراب جزاؤهم؟ قال جزاؤهم مدة يومي فهو جزاؤهم كذلك يجزي الظالمين. ما إعراب جزاؤهم؟ بدل. لا. فهو جزاؤه. جزاؤه. الفاعل. لا. قال جزاؤه. جزاؤه. المفعول. فهو جزاؤه. ليس فهو جزاؤه، استمع إلى سؤال جيد. قال جزاؤه. أنا أقصد جزاؤه. جزاؤه. أحسنت بارك الله فيك.